مئة مليون شجرة زرعت في أقل بلدان العالم نمواً وأكثر البلدان فقراً. مئات الآلاف من الهكتارات تحولت من الأصفر إلى الأخضر. لم تستخدم النيجر لا التكنولوجيا الحديثة ولا المواد الكيميائية، ولم يدفعوا المليارات لزراعة الملايين من الأشجار، بل كل ذلك حدث عبر طريقة بدائية وأسلوب استخدمه القدماء قبل قرون، أسلوب استحضره النيجيريون وحافظوا عليه، فتحولت بلادهم إلى جنة خضراء، وأصبحوا البلد الذي يدرس في كبرى جامعات ومراكز البحوث الأوروبية. النيجر وقصتها المذهلة تتابعونها في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كانت هضبة سميري في النيجر ذات يوم أرضاً مهجورة، لكنها الآن جنة صغيرة للحيوانات والنباتات. تمضغ الماعز بذور الأكاسيا، تنتشر أثار السناجب والحجر على الأرض، وتلتهم أسراب الجراد أوراق الشجر الخضراء. تمتد النيجر التي تعادل مساحتها مساحة ألمانيا وفرنسا مجتمعتين على طول الساحل، وهي المنطقة الانتقالية بين الصحراء الشمالية في إفريقيا والغابات الرطبة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. تغطي الصحراء الكبرى ثلثي مساحة البلاد التي تبلغ 1,267,000 كيلومتر مربع. تعتبر الأراضي الصالحة للزراعة ذات قيمة كبيرة في النيجر غير الساحلية، حيث تغطي الصحراء ثلاثة أرباع المنطقة، ويعيش 80% من السكان على الزراعة المعيشية. يتوقع البنك الدولي أن يرتفع عدد سكانها من 23 مليوناً في عام 2019 إلى 30 مليوناً في عام 2030 و 70 مليوناً في عام 2050، لذا فهي بحاجة للحفاظ على غطائها النباتي لكي توقف التصحر الذي يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية. الصحاري أصبحت غابات. في السنوات 35 الماضية، وبينما كان العلماء يتوسلون إلى الدول لكي تتعامل بجدية مع أحياء الغابات، أضافت واحدة من أفقر دول العالم ومن أكثر مناطق الكوكب قسوة 100 مليون شجرة جديدة وربما أكثر، وعلى مساحة لا تقل عن 12 مليون فدان من النيجر. أعيد إنشاء الغابات بمساعدة خارجية قليلة والقليل من الناس، ودون إبعاد الناس عن أراضيهم. لم تزرع الأشجار هنا، بل تم تشجيعها على العودة بشكل طبيعي ورعايتها من قبل الآلاف من المزارعين. والآن بدأت الأشجار الجديدة تنبت في قرية تلو أخرى. نتيجة لهذا أصبحت التربة أكثر خصوبة ورطوبة، وارتفعت غلة المحاصيل. السر كله بأن المزارعين يتركون الأشجار واقفة ويسمحون لها بالنمو من جذوعها، لأن جذورها طويلة ضاربة في الأرض وبإمكانها الوصول إلى التربة الرطبة. أما لو زرعت أشجار جديدة فإن شروشها تكون طرية ولا يمكن أن تصل إلى التربة الخصبة. لم يكن هذا النهج الذي اتبعه السكان جديدا، فقد كان ما يسمى بالتجديد الطبيعي الذي يديره المزارعون يمارس في مختلف أنحاء العالم في أنظمة الأراضي الجافة منذ قرون. وكان هذا هو الأسلوب الذي اتبعه المزارعون في النيجر قبل الاستعمار. وتعد نصف القمر استراتيجية شائعة بشكل متزايد للاحتفاظ بمياه الأمطار في النيجر، حيث تساعد هذه البرك الصغيرة نصف الدائرية التربة الجافة والمتدهورة على الاحتفاظ بمياه الأمطار لفترة أطول، كما أنها أقل تكلفة بكثير بالنسبة لوكالات الإغاثة لبنائها وصيانتها. يتم ترسيب التربة المحفورة على حواف كل بركة منحدرة لتكوين أنظمة من المصاطب التي تحافظ على المنطقة المجاورة مزورة بالمياه بشكل جيد لدعم النباتات المحيطة. ومن عوامل نجاح زراعة الأشجار في الصحراء استخدام تقنيات زراعية مثل الحفر النقري والزراعة الحفرية التي تساعد في تجميع المياه داخل الحفر التي تزرع فيها الأشجار، مما يحسن من فرص نموها في بيئة قاحلة. كما تحسنت إدارة المياه في البلاد بفضل تقنيات حصاد المياه وتقليل تبخرها وحفر الآبار بشكل استراتيجي مثل استخدام السدود الصغيرة تشيك دامز، مما ساهم في توفير الرطوبة الضرورية لنمو الأشجار. ولعبت المجتمعات المحلية دورا هاما بإعادة تشجير النيجر
حيث تم غرس ملايين الأشجار على مدى سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي وتثبيت التربة. ساهمت هذه الجهود في تحسين الغطاء النباتي، مما قلل من معدلات التصحر وساعد في استعادة خصوبة الأرض، كما أدت إلى تحسين المناخ المحلي وزيادة التنوع البيولوجي في المنطقة. وفرت الأشجار المزروعة مصادراً للغذاء والظل والمأوى للمجتمعات المحلية والحيوانات البرية. الجدار الأخضر العظيم. بحلول عام 2030 تهدف النيجر إلى تخضير 3.6 مليون هكتار من الأراضي، وهو ما يمثل أكثر من 37.5% من أراضيها. يعد هذا التحول جزءاً من مشروع الجدار الأخضر العظيم التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يهدف إلى استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي الجافة بحلول عام 2030 على طول شريط يبلغ طوله 8000 كيلومتر، يمتد من السنغال في الغرب إلى جيبوتي في الشرق. تتكون مساهمة النيجر بشكل أساسي من أشجار الصمغ الأبيض والبويهينيا، وهما نوعان مقاومان للجفاف يمكن أن ينمو حتى ارتفاع 12 متراً. وباستخدام الفؤوس والمجارف بنى القرويون سدوداً ترابية تحجز مياه الأمطار حول الشتلات لفترة أطول لضمان نموها حتى أثناء فترات الجفاف. إنما بين 8 و12% من إجمالي الجدار الأخضر تم تحقيقه بحلول عام 2020. لتحقيق هذا الحلم تحتاج البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم إلى أكثر من 800 مليون دولار. بالإضافة إلى وقف التصحر، يركز الجدار الأخضر العظيم أيضاً على الوصول إلى المياه والطاقة الشمسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك زراعة الحدائق وتربية الأسماك وتربية الماشية ومزارع الدواجن لتوفير فرص العمل للسكان المحليين. وستخلق المبادرة أكثر من 10 ملايين فرصة عمل بنهاية هذا العقد. ومنع الجفاف بفضل الجدار الأخضر في الساحل من الممكن أن يوفر سبل العيش لأكثر من 200 مليون شخص يعيشون في المناطق المتضررة. عن مشروع الجدار الأخضر العظيم الطموح في إفريقيا، والذي يمثل فسيفساء من جهود إعادة التحريج لوقف التصحر من التأخير والتحديات. مع ذلك فقد ذاقت بعض جهود إعادة التحريج طعم النجاح، وأصبحت نموذجاً يحتذي به كثيرون، ويقترح الخبراء الابتعاد عن النظر إلى المبادرة باعتبارها مجرد تمرين لزراعة الأشجار، والنظر إليها بدلاً من ذلك باعتبارها نهجاً شاملاً وتشاركياً يشرك المجتمعات المحلية ويساعدها في بناء سبل عيشها ودخولها.